عود إلى المتابعة مع الشيف شادي ورشة ملح. هيدي المفاجأة. فاجئ العالم انه انت منيح يا بيي. سكت لك شي كلمه تكفي على الحلقه بخير وسلامه. تعرف وين اخترعوا البطاطا؟ وين اكتشفوا البطاطا؟ باي بلد؟ في سواحل بتكون عاليه. في سواحل بتكون عاليه بزرعوا. معلوماتك مش منيحه. مش عندك البطاطا؟ بتعرف امبارح وين كنت؟ باي سنه اكتشفوا البطاطا؟ 1142 ميلاديا. لا قبل؟ بالقرن الخامس عشر يا حبيبي. ليه؟ اكتشفوها بفرنسا بشرفها. قبل كانوا يطعموها، كانت اكل للخنازير بس ما كان العالم تاكلها. بشرفها. اكتشفوا بعدين انه فيها تكون غذاء يومي. ومنكم نستفيد. استفيد. كتر خير الله. أكيد. عندك معلومه غذائيه العالم تستفيد منها. كتر خير الله. كتر خير الله. طيب كمل. لما كان معنا صار معنا الصوص على النار، بندوره، جزر، بصل، ثوم، زيت زيتون، جاهزه. عندنا هون السباجيتي 200 جرام جاهزين جاهزين جاهزين. مش جاهزين مش جاهزين مش جاهزين لانه بدهم بعد شي 3 دقائق. اوكي غلبطنا هونيك. جاهزين اوكي بعد بدهم شوي. 200 جرام لقلي ولا جوزيف مع لترين كمان من المي مع ملعقتين من الملح مثل العادي من دون زيت، ناطرينه مشان يستوي شوي شوي. هون عندنا الدجاج، بازيلا، بندوره، بصل، وانا شايف من هون هيك يا معلم ماشي ما شايف شيء يعني ملح بهار هالقصص كلها سوا. هون عندنا شو؟ رز والشعيرية البقية من امبارح، عمول معروف. نعم. بتروح على البراد بكعب البراد في لا ما حزرت ابدا. جزاك بشرف. انتم مش جايبينه معي مش هيساعدني انا بعد ربع ساعة. لا مش جايبينه معك هيك بقول معك ساعدك. ما في على عندي جوزيف. لا روق لا لك لا لا اعوذ بالله من هون. عامل لي حاله رجال. شو دخل هيك؟ عامل لي حاله، عامل لي حاله رجال. يلا قرب يا جوزيف. طب خذ سكين، في سكين كبير هون بقلب الجارور. خذ السكين بقلب الجارور يا جوزيف. يلا جو سكين بقلب الجارور. اوكي برافو برافو يا جوزيف. لك وين هون؟ اكبر هلا عن جد بتخاف منه؟ لا بس بتزرزع بدني منه يعني. انا كل شيء حشرات وهيك. تزرزع من اي فعل هي تزرزع؟ ايه من اي فعل؟ بس اوكي ولك خلص يا ابني شوف رجعوا للعالم. اوكي عمره يومين هذا، بس كنت انا ووسام صباغ اول امبارح عم نعمل نحن، وعمره يومين. بس كيف بعده عايش بالبراد؟ بعده عايش بالبراد، حطينا له بس شقفه عليه، بعده عايش. ولازم ناكله جوزيف، بده يكون عايش، ما فينا ما ناكله الا ما يكون عايش. اوكي هلا يمكن في كثير من الاشخاص رح يشوفوا شغله قدامهم ما رح تعجبهم، بس نحن اليوم بدنا نعمل، يمكن لتاني مره بنعملها، بدنا نعمل انا وياك سباجيتي مع اللوبستر. عم بحكي جد، هيدي مشان عيد الاب وراح اقدمها لكل اب هلا على التلفزيون. صحتين كثير مبسوطين، لكن احنا هلا مجبورين مجبورين نشتغل قرب عندي يا جوزيف. اوكي بالسكين بهالطريقه هيك، دائما راسه بهالطريقه هيك، وبننزل بالسكين بهالطريقه هيك، طلعوا كيف؟ وبنجي هيدا هو هيك بهالطريقه نحن. لازم نشتغل باللوبستر، بنقطع وحده اثنين هيك بهالطريقه هيك، ثلاثه، بنشيل الايد نحن. شو بقى منه؟ كيف؟ لكن اللحمة وين؟ شايف كيف؟ وهيدي هون، هيدي اللحمة هيك، وأنا عندي إياها بهالطريقة. هلا بكله بس هيك بيطلع منه؟ ياو هون بهالطريقة هيك، طلعوا وحدة اثنين ثلاثة هيك، وهلا عندنا هون كمان الإيد، ولكن النار أول شيء بنشيل هيك الجلدة من الراس، وبنجي نحن بهالطريقة، لك هون عندي نار، يلا زيت زيتون. طلع قرب يا جوزيف، وين رايح؟ خلص بعده عم يتحرك يا زلمه مش عم يصدق. هيك هيك نحن مجبورين، هيدي وصفه لازم العالم يشوفوها. هون عندنا اللوبستر كله سوا بهالطريقه. اوكي اللوبستر بيعقد بجنن، لكن كمان كيف؟ ودغري بس نحطه على النار جوزيف. قرب قرب ميت الزلمه، ميت الزلمه، بعده عم يتحرك. سؤال ما هو لازم هيك يكون، والا نحن اليوم ما فينا ناكل لابستر يا جماعة، معلش اللي ما حبيتوا تشوفوه لازم نحن نشوفه. طلع كيف؟ واو طلع، شايف كيف؟ لابستر بهالطريقة. بنروح كمان على الثوم، هذا على شرفك الله يخليك. هيك شو حلوين هون التومات كمان، لكن ثوم، وعندنا اللابستر، يا سلام. اوه طلع جزيف. زيت ثوم، وعندنا اللابستر على حرارة. تعبصر بنومي اليوم.
لا خلص. اوكي وين الكاميرا؟ هون. ما لازم ناكل اللوبستر، شفناه من يومين انه نحن سلقناه هو عيش، كمان اذا بدنا نقليه بنقليه بهالطريقه كمان هو عيش، وفينا نسلقه ونرجع نقصه ونرجع نقليه، بس انا بفضل هيك لانه المي اللي بقلبه هلا بدها تنبع وتطلع بقلب الصوص بتعطيها طعمه اقوى واجمل والريل الطعم تبعيته. معي ولا مش معي؟ معك. يلا انا هلا هون رح نشيل كل شيء يا جوزيف هيك بهالطريقه. يلا. اوكي رح نمسح كل شيء عملناه هون، السمك كله رح نشيله على جنب. واو وصرنا هون جاهزين نحن، طلعوا كيف هلا اللحمه بلشت تجمد كلها سوا. رح اجي انا قص شوي صغيره من هون، ومن هلا ورايح كل يوم رح جيب معي لوبستر اوقات اللي بيكون جوزيف، لانه سبحان الله كيف سكتت. يلا هون لك البندوره كمان حلوين، وعم بعمل انا صوص التوم والزيت مع الحر مع البندوره مع اللوبستر مع السباجيتي كلها، رح تشوفوا كمان كيف بهالطريقه رح تعطينا كمان شكل كتير حلو على الطبق. وهيدا البندوره هون جوزيف طلع واحد اثنين بس، انه هالقد بس كميه قليله بيطلع بقلبه. ابدا لا كميه، لانه طلع اللحمه هيدي كلها تتاكل. طلع هيدي اللحمه هون بلشت تستوي، شفتها؟ ايه. هيدي كلها طلع هون اللحمه هيدي كلها، وهيدا لوبستر بنحكي 400 جرام في لوبستر. هيدا لوبستر بمزارع مروقه؟ هيدا اكيد مزارع، اكيد بنبيع بلبنان بس اكيد بيجيبوه من برا. ما عندنا بلبنان نحن حدا اليوم بيربي لوبسترز. اوكي؟ اه يلا بيربي لوبسترز، يعني قصدي بيعيش بلا مي هالقد؟ بيعيش بلا مي حوالي كمان الاسبوع بقلب البراد من دون اي مشكله. مستوي كمان السباجيتي بالطريقه جوزيف. نجي نحن شو بنعمل؟ بنجي نشيل السباجيتي، واذا كانت الصوص جاهزه شو بنعمل؟ حطها دغري. دغري بنحط السباجيتي فوق الصوص. كونها مش جاهزه بعد، بدها شي دقيقتين ثلاثه، شو بعمل؟ انا بجي بحط شوي صغيره من زيت الزيتون على حتى ما تعلق على بعضها 100%. طلعها لك شو حلوه، وهلا بتركها هون ما بحط مي مسقعه عليها. اوكي يا عين عليك. وصلنا يلي بدك الزيت بالمي، بحط بس ملح حتى ما 100% 100% تشرب الصوص. بحط ملح ومي، ما بنحط زيت، مزبوط هيك قلت؟ ايه 100%. اوكي لك هلا شو بدي اعمل انا هون. اول شيء الصوص هون اللي انا رح ضف له هلا هاللوبستر اللي انا عندي هون اللي بلش يستوي، ورح احط عليه السباجيتي، رح ضف له شوي صغيره من الصوص اللي عندي بس فقي. اوكي لا بدنا نقدمه هيك لانه نحن ريدس اليوم واللوبسترز اليوم والمصرز اليوم بس بدنا ناكلهم، لازم ناكلهم يكونوا بقشرهم حتى يجي. ما بديش اكل، ما بدي اكل خلص. يلا الشيف شادي جاهز هون لفرن الصوص. طلعوا كيف هيدي الصوص هون، رح انا بلش اعملها كريم اللي هي الصوص اللي بدنا نستعملها كرمال قالب الرز بالشعيري. طلعوا ها الجزر بندوره. واو قرب شوف لابستر ميت. هي هي خلص خلصنا منه. طلع شايف؟ واو عزمك عندي على عجلتون على اللوبسترز بكره. اوكي هي. مش مثلك انت تعزمني على برجر على بندوره. ايه ايه ليك طلع هون انت مش معقول شو بتحب تقول جمل انه برجر بندوره بس بدي خلي يشهدوا كم طبق بطبق كنت عامل. يا بيي كله صار بيقول اطيب من اكلاتك اطيب من اكلاتي. يا رب يا رب ليكوا شو حلوه هيدي الصوص هون، ولك هون يا جوزيف شو حلو بيحمر. واو طلع كيف بيحمر. خلص انا هون صار عندي اياه جاهز، صار عندي اياه مستوي بعقد. شو رح اعمل؟ رح شيل شوي صغيره من الصوص هون هيك اللي عملتها، فيني مشي فيني احط سباجيتي دغري وحط هيك. يا سلام شايف بتعقد بتجنن. وهلا اللي رح يصير هون ليك رح شيل السباجيتي هيك. طلع هيدي السباجيتي واو بعدهم كمان جاهزين، رح حطهم فوقهم بهالطريقه هيك. شوي صغيره من زيت الزيتون من هون. وهلا انت لوحدك جيب ملعقه خشب من هونيك اذا بتريد، ويلا وبدك تحركهم نتفي نتفي رح وطي لك النار. انا بهالوقت يلا على قلب الرز. قالب الرز هون صار عندنا جاهز بسرعه يا شيف شادي. هون شلنا اوكي طلع ابو زوز شفت؟ اوه هون عندنا يعني نحن عندنا ورقه الفرن وعندنا الالومنيوم. بابيي بير بابيي بير بابيي بير او ورق الزبده 100%. يلا يا شيف شادي بتزبط معك هالقصه ولا هلا بتبهدل حالك قدام العالم؟ يلا يعني. اوكي هلا مثل العاده رح هلا تزبط. اذا تبهدلت مش حق علي، حق عليك. ايه ما هيك؟ إذا تبهدلت الحق عليك، لأنه أنا بالعادي أنا ببهدل لوحدي بس تكون معي. ايه بس إذا ظبطت أنت بس الفضل إلك، بدك تحط عليها شقفة مي مسقعة بيمشي الحال. ميرسي على الشقفة مي مسقعة. أوكي هالقالب بيعقد بجنن. تع 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 تع
اوكي لك هالقالب شو حلو جوزيف الشعيريه بيعقد. يلا جوزيف جيب جيب ما تخاف اوكي تعال لهون بليز. لك شو بدك تعمل؟ بدك تعبيهم بالنص. جو برافو ابو الزوز. يلا يا زلمه بتعرف انا مبسوط منك من شغله. شو هي؟ عن شغله وحده انك عم تتعلم مني كثير اشياء. ايه طبعا التقديم المزح كل شيء يعني. إيه التقديم عم بتعلمه منك. يلا وبعدين يا جوزيف الصوص اللي عملناها فوقهم برافو عرمه مزبوط لانه هذا ما راح يفت عن بعضه. عمله بطريقه كثير حلوه. وهون بس بليز خلينا ناخذ نظره. طلعوا اللوبستر ابو الزوز بيطوش بيعقد. هلا انا عندي هون كمان عم تشوفوني وعم تشوفوا جوزيف شو عم يعمل هونيك. بعد جوزيف عبي كنت بعد الدجاج عملها مثل هرم. الفلفل هون وعندي هالملح. واو واو شو هالطبق واو شو هالطبق. اشتغلنا بطبق غني كتير. وهيك كمان انا بكون عملت حلقه اليوم كتير حلوه للاباء بتعقد. الشغله الحلوه اللي ما كانت موجوده وجود جوزيف معنا اليوم. ما كانت موجوده انه يعني انه هيدي كانت ناقصه الحلقه انه عرفت علي كيف اتركهم. لك كيف افتيف هيك عرمهم هيك بيعقدوا. ليش وسخت هون؟ يلا اوكي طفينا. بدي اذكر بحمله هدر الغذاء. فكر كل ووفر هي شغله اساسيه لازم الواحد يفكر فيها بالفعل لانه بتفيد امور كثيره. يعني بتفيد الجيبه بتفيد الصحه. اليوم كنا عم نحكي مع وزاره الزراعه مع سيدي مريم عيد اللي حكيت لها عن الصناعات الزراعيه لعدم هدر المنتجات الزراعيه بلبنان واستعمال المنتجات الزراعيه هي اهم شيء وتشجيع المزارع اللبناني. انا بدي اقول لكم دائما فكروا اخر نظره. نصيحتي اليوم هي اخر نظره ما تشتروا فاست فود انتم صنعوا بالبيت انتم طبخوا بالبيت لانه صحي اكثر. اوه صحي اكثر طبعا الفاست فود وبنفس الوقت كمان بوفر على الجيبه بتقدروا تعملوا كميه عاد افراد العائله والكميه اللي لازم تتاكل. كثير طيب اللوبستر ريحه بتشهلها مش رح يرجع هالقد يعني. بودعكم نلتقي فيكم بكره 10